وإلى كوفيد 19 الآن مشاهدينا. نشر باحثون في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية أن فيروس كوفيد 19 يمكن أن يعيش على الأوراق النقدية والأسطح الزجاجية والمعدنية الفولاذية المقاومة للصدأ لمدة تصل إلى 28 يوما. فماذا يترتب عن هذا الموضوع وما السيناريوهات المنتظرة وما هو الواقع الصحي في قطر اليوم؟ كل هذه الأسئلة نطرحها على ضيفنا الدكتور عامر شيخوني الاختصاصي في جراحة القلب والصدر ورئيس تحرير موقع صحتك الذي ينضم إلينا مباشرة من الدوحة. دكتور عامر صباح النور. صباح النور، أهلا وسهلا. شكرا لك. سلامتكم جميعا إن شاء الله يا رب، نتمنى السلامة لكم أنتم أيضا. حدثنا عن الواقع الصحي في قطر الآن في ظل انتشار فيروس كورونا. الحمد لله الوضع في الصحي في قطر بالنسبة لفيروس كورونا وكل شيء آخر الحمد لله جيد. بسيطة جدا. نعم. يمكن حصلت زيادة بسيطة جدا في عدد الحالات مع افتتاح المدارس، لكن ظلت الأمور تحت السيطرة بشكل جيد جدا بحدود 150 إلى 250 حالة يوميا، ولكن عدد الحالات التي احتاجت الدخول إلى المستشفى كانت قليلة، وعدد الحالات التي احتاجت إلى الدخول إلى العناية المشددة كانت قليلة. فيبدو أن هناك موجة ثانية بسيطة جدا وضمن يعني السيطرة، والإمكانيات الرعاية الصحية ما زالت منضبطة وتحت السيطرة، وعدد المرضى الموجودين في المستشفيات وفي العناية المشددة ما زال قليل، والأمور تحت السيطرة والحمد لله. جميل دكتور عامر، إن شاء الله نتمنى وأنه أيضا الأرقام تخف بشكل كبير، الكل على استعداد للموجة الثانية اللي بدينا نشهد في أرقامها المرتفعة تقريبا في عدد كبير من الدول، خاصة الآن مع تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة. هناك بعض الدول اتجهت إلى إعادة تلقيح الإنفلونزا لتخفيف الأعراض. ما هي أهم الإرشادات التي يجب للمواطنين أن يتبعوها مع انخفاض درجات الحرارة ودخول في فصل جديد؟ نعم، فيروسات الكورونا بشكل عام مثل فيروسات الإنفلونزا يزداد انتشارها في فصل الشتاء بسبب أن الناس يعني تميل إلى البقاء في أماكن دافئة ومحصورة، فيسهل انتشار الفيروس بينهم. وطبعا ما زالت الأمور الإجراءات الوقاية هي الأساس، التباعد الاجتماعي ما أمكن ولبس الكمامات وغسل اليدين وتطهير السطوح بالمواد المطهرة مثل محلول الكلور الممدد والكحول الطبي 70% وما إلى. فليس لدينا حتى الآن من مواجهة فعالة ضد هذا الفيروس سوى إجراءات الوقاية التي ذكرت. صحيح. وطبعا إذا لا سمح الله يعني حدثت الإصابة فالحمد لله، يعني الأطباء والمستشفيات أصبحت لديهم الآن خبرة أفضل من قبل. كما يبدو أن الموجة الثانية صحيح هي كثيرة من حيث العدد، ولكنها أقل شدة من حيث شدة المرض، ونسبة الدخول إلى المشافي والدخول إلى العناية المشددة ونسبة الوفيات تبدو حتى الآن أقل، ربما بسبب أن النظام الأنظمة الصحية تستطيع التجاوب معها بشكل أفضل. كما يبدو أن متوسط العمر في الموجة الثانية هو أقل مما كان في الموجة الأولى. طيب دكتور عامر، مع أنه في قطر كان هناك عدد إصابات مرتفع جدا في الفترة الأولى مع انتشار فيروس كورونا، لكن اللافت أنه عدد حالات التعافي وصلت إلى أكثر من 125 ألف حالة، ما السبب برأيك في هذا العدد الكبير من حالات التعافي؟ جميل، الحمد لله. يعني هناك دراسة صدرت منذ أيام عن أول حوالي 5500 حالة من كورونا الجديد أو كوفيد 19 التي حدثت في قطر. دراسة جميلة جدا ووافية ومن الناحية الإحصائية لما جرى، وهناك فيها بعض التفسيرات
للنتائج الجيدة جدا التي حدثت في قطر، وهذا طبعا يعود إلى عوامل متعددة، منها مثلا أن متوسط عمر المصابين كان بحدود 35 سنة، يعني بالشكل عام كانت معظم الإصابات لدى يعني ليس عند المسنين. وأيضا استعدادات المشافي وإجراءات التباعد الاجتماعي المبكرة التي طبقت، وأيضا إجراءات العلاج في العناية المشددة وتطبيق كل العلاجات التي كانت تأتي وتذهب وتنشر في الدراسات العلمية، كلها كانت مطبقة بشكل قوي ومبكر ومتعاون بشكل ممتاز في العناية المشددة والمستشفيات. فكل هذه العوامل مع بعضها، يعني نوعية الإصابات صحيح من حيث العدد كبيرة لكن متوسط العمر كان ليس مرتفعا بحكم متوسط العمر في المجتمع القطري بشكل عام، وأيضا بحكم يعني تحضير المراكز الطبية المناسبة بشكل جيد جدا، يعني كان في حوالي أكثر من 3000 سرير جاهز وعناية مشددة في من أكثر من 300 سرير، فلم ترهق النظام، لم يرهق النظام الصحي بسبب استعداده بشكل جيد للاستجابة لأعداد المتزايدة من الإصابات. وهذا الأهم. طيب نحن خلينا نتحدث شوية عالميا دكتور عامر، منذ بداية انتشار فيروس كورونا في الصين في شهر ديسمبر ونحن نسمع في دراسات مختلفة ومتناقضة، يعني من الأول عرفنا أن الفيروس لا يمكن أن يكون موجود في الهواء، بعد اكتشف أنه قد يقعد في الهواء فترة معينة، عرفنا أيضا وأنه لا ينتقل يمكن عبر الأسطح، ولكن جاءت دراسة أخرى تقول أنه ينتقل عبر الأسطح، تعاود ترجع دراسة أخرى تكذب، إلى حين هالدراسة اللي شفناها الأسترالية الآن اللي أعدها باحثون في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية، هالدراسة جديدة تقول وأنه يمكن الفيروس أن يعيش على الأوراق النقدية والأسطح الزجاجية والمعدنية الفولاذية لمدة تصل إلى 28 يوم. إذا هالدراسة هذه لو فرضنا 90% صحيحة، ماذا يترتب عنها دكتور؟ ما ذكرته في البداية أنت هو صحيح جدا، أن المعلومات كانت متضاربة وما زالت في معرفة هذا الفيروس الجديد، لأنه فيروس جديد لم يوجد لدى الأطباء والمراكز العلمية معلومات جيدة وكافية عنه، وهناك كان تضارب في بعض النتائج. ولكن من حيث المبدأ هناك كثير من الدراسات التي ضاعت في خضم انتشار الفيروس وما إليه. في الحقيقة دراسات وجود الفيروس على السطوح وما إليه كانت موجودة منذ شهر مارس وأبريل ومايو فظهرت دراسات، ولكن كانت يعني موجودة سابقا وأظهرت وجود الفيروس على السطوح. مثلا هناك دراسة نشرت بعتقد في أواخر مارس أو أوائل أبريل عن سفينة الركاب التي كانت إحدى البؤر الساخنة التي رست في اليابان، درسوا بعد ما حجروها وأخذوا المرضى منها وما إليه ونظفوها وهيك، وبعد أكثر من 20 أو 30 يوم عملوا مسحات داخل هذه السفينة ووجدوا آثار الفيروس ما زالت موجودة على الأسطح في تلك السفينة بعد أكثر من شهر من رسوها وفراغها وتعقيمها. دراسة أخرى مهمة نشرت أيضا في مايو من ألمانيا، هناك درسوها بشكل مختلف، كان في قرية في جنوب ألمانيا كانت بؤرة مهمة جدا لتجمع الحالات، فعزلتها ألمانيا ودرستها بشكل عميق، وهنا أيضا عملوا مسحات من الأسطح الموجودة في منازل المرضى المثبت إصابتهم بهذا الفيروس، ووجدوا أن الفيروس غير موجود، وهنا يجب أن نميز ما هو الفرق بين دراسة أستراليا الجديدة ودراسة الأسطح في سفينة الركاب اليابانية وهذه الدراسة الألمانية. الفرق هو طريقة الفحص،
في اليابان واستراليا درسوا عن طريقة ما يسمى بالبي سي آر، المسحة، زي المسحة التي تؤخذ منها، وهي تكشف وجود المادة الوراثية أو الحمض النووي الفيروسي، ولكنها لا تكشف هل هذا الفيروس أو هذه المادة الوراثية الموجودة معدية أو أنها تسبب المرض أم لا. هذا لا يمكن كشفه إلا بزرع العينة وليس مجرد عمل البي سي آر. الزرع، الدراسة الألمانية عملوا زرع وزرعوا المسحة في خلايا حية أو خلايا من الكبد أو من الكلية أو البيض، فلم ينمو فيها الفيروس مع أنه مادته الوراثية بفحص البي سي آر موجودة. بي سي آر يعني polymerase chain reaction. هذا الفحص يعني أنه إذا كان هناك كمية ضئيلة جدا من المادة الوراثية أو الحمض النووي لهذا الفيروس، طريقة الفحص تضاعف هذه الكمية الضئيلة الموجودة 5000 مرة ثم تقيسها ليسهل قياسها. فإذا هي لا تثبت وجود فيروس قادر على الإمراض أو فيروس قادر على التكاثر وإحداث المرض والعدوى، وإنما هي فقط تثبت أن الحمض النووي لهذا الفيروس موجود، ولكن قد يكون فيروس ميت. فهذا سبب الفروقات بين الدراسات المختلفة. ونعود ونقول أن الأساس هو ما زال لدينا، لا يوجد لدينا لقاح ولا يوجد لدينا علاج فعال، فالطريقة الوحيدة للضبط هذه الجائحة هو الوقاية، الوقاية، الوقاية على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، فإجراءات التباعد الاجتماعي وإجراءات لبس الكمامات وغسل اليدين وتطهير الأسطح هي أحسن ما لدينا في مواجهة هذه الجائحة حتى الآن. جميل، برسالتك هذه دكتور عامر شيخوني نحن طبعا ننهي حوارنا معك لليوم. شكرا لك، الاختصاصي في جراحة القلب والصدر ورئيس تحرير موقع صحتك، كنت معنا مباشرة من الدوحة. شكرا لك دكتور. أهلا بك.